حمل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اليوم خلال ندوة صحفية المسؤولية السياسية في اغتيال شكري بالعيد إلى الائتلاف الحاكم وتحديدا إلى الحزب الحاكم في الترويكا وهو حركة النهضة. ثم تحميل مسؤولية سياسية للحكومة الحالية واللي يعمودها الفقري هو حركة النهضة. مسؤوليتها السياسية فاش تكمن؟ في أنها ما وفق معناها لما بلغها التهديد، لما علمناها أنه شكري بالعيد مستهدف إلى تهديدات ولم تتخذ إجراءات، لما معناها في الجوامع يوقع تطلق يعني دعوات والتكفير للسيد هذايا ودعوات معناها وسباح الدم نتاعه، لما يعقد اجتماع في الكاف وتحاول مجموعة معناها باش تعتدي عليه قدام العموم ولا يتخذ أي إجراء. إلى جانب ذلك فإن الحزب أكد أنه باش يقوم بكل ما في وسعه للكشف عن الجونات، وأكد محمد جمور نائب أمين عام الوطنيين الديمقراطيين الموحد أنه من غير الممكن أن تجرى التحقيقات في حادثة الاغتيال في غياب أمن محايد وقضاء مستقل. نحن إلى حد الآن ما نتهمش السيد قاضي التحقيق المباشر للملف هذا، ما نتهموش، لكن عليه وعلى السيد وكيل الجمهورية أن يؤكد استقلالية متاح، أن يؤكد الحرفية متاح، أن يؤكد المهنية متاح، أن يؤكد حرصهم الحرص متاحهم على يعني جمع الإثباتات وعلى القيام بالجهد الكافي واللازم لكشف الحقيقة. هذا وقرار الحزب مواصلت نشاطه بصفة عادية في إنهاء تنظيم المؤتمرات الجهوية فيما ستنعقد الدورة الأولى للجنة المركزية منتصف مارس المقبل، كما عبر الحزب عن تضامنه مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي على خلفية التهديدات بالتصفية.